تعالوا نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لمستقبل الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة ونرجع نكمل باقي أخبارنا. توقعات ان شاء الله لنادي الزمالك ان شاء الله يكون على اعلى مستوى من ثلاثة يديروا نادي الزمالك لحين مجلس الادارة الجديد يليق باسم نادي الزمالك ويقدروا يحققوا انجازات اللي نادي الزمالك متحقق عليها السنين اللي فاتت، فان شاء الله الاختيار يكون موفق لحين مجلس الاداره الجديد ان شاء الله. وبعد رحيل مجلس الاداره المفروض يعني وزاره الشباب والرياضه تعين لجنه، ده رقم واحد، تشوف شغل النادي ده كويس، لان النادي بامانه يعني الايام اللي فاتت ازمات ولاعيبه بتمشي ولاعيبه ما بترجعش النادي تاني، فده صعب جدا على جمهور نادي الزمالك. يعني اللجنه اللي تيجي لازم تكون بحجم نادي الزمالك، ده رقم واحد. ثانيا يعني يشوفوا اللعيبه الاول، يحلوا اكيد مشاكل النادي من اوله، من حد الموظفين لحد اللعيبه من فوق، يعني من اول الموظفين لحد اللعيبه لازم يحلوا المشاكل. الفتره الجايه يا ريت تبقى احسن، يعني انا اتمنى ذلك، انا راجل اسماعيلاوي وبحب الزمالك جدا يعني، فاتمنى ان شاء الله الايام الجايه تبقى كويسه باذن لنادي الزمالك. لا ان شاء الله اتمنى ان المستقبل النادي الزمالك الفتره الجايه يكون كويس مع الاداره الجديده. انا مشفق عليهم ان مشاكل نادي الزمالك كتيره جدا، والجمهور اصلا لوحده مش مستحمل يعني المشاكل اللي احنا فيها بالنسبه لمشاكل القيد او مشاكل كتيره جدا اللي احنا بنمر بيها الفتره دي، وخصوصا ان احنا كمان احتمال نطلع بموسم صفر الموسم ده، فمفيش غير قدامنا كاس مصر بس والموضوع يبقى صعب جدا. فاتمنى ان شاء الله الاداره تعرف تحل الازمات دي، لان يعني على الاقل ناخد بطوله واحده في الموسم ده. اتمنى من اللجنه اللي هي تيجي تدير النادي ان هي تيجي تحل المشاكل وتشوف النادي عايز ايه وتعملوه له، وعندنا النادي عليه حاجات كتير صعبه ولازم كلنا نقف مع بعضينا، وابناء النادي يجي يقفوا جنب النادي، كابتن حسن شحاته، كابتن ايمن يونس، الناس القيادات الكبيره دي تيجي تقف جنب النادي وتشوف النادي عايز ايه وتعمله. مش معقول يعني نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر يحصل فيه الكلام اللي هو بيحصل فيه ده. احنا برضو كجمهور زعلانين على اللي بيحصل في النادي، وناس بنحب النادي، والفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى حلوه، بس لازم كله يتكاتف مع بعضيه.